بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع محافظة طرطوس، أقامت جمعية السبيل الخيرية حفلا تكريميا للأطفال الأيتام فاقدي الأب والأم، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة بحضور فعاليات رسمية وأهلية. لابد كان من الاهتمام ولفت الضوء على هالأطفال، الشريحة المهمة الأيتام، لأن جميع الأديان السماوية والتشريعات حست على الاهتمام بهي الفئة وزرع البسمة على وجوههم. دائما بنحاول بشكل شهري التواصل معنا، دائما بنحاول بكل أعياد والمناسبات أنه نعمل فعاليات واحتفاليات لحتى ما يحسوا أبدا بفقدان أو نقص عاطفي، لحتى نحسسهم بهذا الجو اللي فيه محبة والفي ونكون عائلة واحدة دائما. وقدم الأطفال خلال الاحتفالية مجموعة من الأغاني والفقرات الفنية المتنوعة بلغة المحبة والسلام. الفعالية اليوم كتير حلوة، كل عام كل عام سنة بألف خير. سعادة لكل أطفال سوريا وكل عام وأنتم بألف خير. نتمنى لكل أطفال العالم السلام وكل عام وأنتم بألف خير. رعاية اليتامى وتكريمهم ونشر ثقافة المحبة إيمانا بالإنسانية فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية وزرع بذور الثقة في نفوسهم ليكونوا أشخاصا فاعلين بالمجتمع. محمد حسن، الأخبارية السورية، طرطوس.